President of the United States. رئيس الولايات الأمريكية المتحدة، رئيس وزراء دولة إسرائيل، ووزير الشؤون الخارجية لمملكة البحرين سيوقعون الآن على إعلان السلام. كل واحد سيوقع على ثلاث نسخ، واحدة بالإنجليزية والثانية بالعبرية والثالثة باللغة العربية. نطلب من كافة الضيوف البقاء جالسين من أجل مراسم التوقيع. The President of the United States, رئيس الولايات الأمريكية المتحدة، رئيس وزراء دولة إسرائيل وصاحب السمو وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي للإمارات العربية المتحدة ووزير الشؤون الخارجية لمملكة البحرين الآن سيوقعون على اتفاقية إبراهام. كل واحد سيوقع على أربع نسخ، واحدة باللغة الإنجليزية، واحدة بالعبرية، و اثنين باللغة العربية. Thank you.